اهلا في بحلقه جديده من برنامج مش فلين الرياضه اولويه والرياضه ثقافه قبل ما تكون اي شيء اخر الفنون الايطاليه من ابرز الرياضات اللي عم بتلاقي اقبال كثيف من جيل الشباب ولانه اهتمامنا بالرياضه ما بيقتصر على نوع واحد منا ولأنه التنظيم أساس لنجاح أي عمل رح نحكي بكل هالتفاصيل بحلقتنا لليوم مع نائب محترفي الرياضات الإيطالية المدرب الدولي فادي الحكيم ومثل كل حلقة رح نتلقى أراءكم واقتراحاتكم عبر هاشتاغ مش فلين على تويتر وفيكن تسمعونا وتشوفونا على موقع الإزاعة الإلكتروني فيديو اي وصفحاتنا على السوشيال ميديا فويس اوف لبنان 100.5 فادي الحكيم اهلا وسهلا فيك بدايه عرفنا شو هي الفنون الايطاليه نحن بنعرف في كذا نوع من الفنون الإيطالية شو هي؟ هي مجموعة ألعاب حسب كل بلد بتصنفها شكل يعني عندنا ألعاب مثل الكونغ فو رياضة الألعاب الإيطالية الصينية عندك تايكواندو الكورية كيك بوكسينج أمريكانية بوكس فرانسيز فرنسية إكسترا تاي بوكسينج هي تايلاندية بالنتيجة هي نوع الكومبينيشن بين اللكم والركل وبنضاف عليها الالعاب مثل الجودو والجوجيتسو والايكيدو هن اكثريه الالعاب مرجع الباك جراوند تبعولها هو اليابان جابان اوكي قبل ما نكفي بحديثنا رح نشوف فيديو قصير عن نشاطاتكم يلي عملتوها بالفتره الاخيره قبل ما نرجع نكفي حديثنا أوكي. سوا أوكي. شو الفرق بين النقابة والاتحاد؟ نحن معودين اجمالا بالرياضة بلبنان بكون في اتحادات لا ان كان للباسكتبول ولا للفوتبول ولا ان كان اي اي رياضة، ليه انتم نقابة مش اتحاد؟ نحن بداية نحن أكثر من نحن مجموعة نقابات أربع نقابات وعنا اتحاد للنقابات، بس لحفوت الفرق لحجاوب على السؤال نقابه هو شوي محترف اكثر هو عم بيعطي كل وقته هو متفرغ لعمل الرياضي وعم بيتفرغ لانجاح اللعبه بعد زيته النقابه هي تنبحث عن سبونسر تنقدر نبحث عن ضمان تنقدر نأمنه أكتر للمدرب تنوصل للهدف المنشود يوصل بنيفو كتير عالي عالميا ان كان على مستوى الاداء ولا ان كان على المستوى كمان المعيشه اللي بده يعاني منه هلا كلمه الاتحاد هو يعتبر تحت 18 حتما هو اتحاد يعني هو اماتور بروفيشنال <applause> شوي بصير فوق 18 اذا بنفتش على مستوى ارقى وعلى سبونسر يغطيك إلى مستوى ارقى بدك تكوني محترفه وحبينا قصه نعمل النقابه هي الهدف منه مثل اي نقابه مثل نقابه المحامين مثل نقابه المهندسين مثل نقابه الاطباء كمان احنا حبينا نعمل نقابه مدربي التربيه البدنيه العاب الايطاليه ابطال لبنان في نوع وعملنا فيدراسيون دي سانديكا ليش برايك هناك حماس كبير عم نشوفه خاصه عند الشباب باعمار معينه واللي هي تقريبا بين 18 و 25 سنه عم نلاحظ انه كثير عم بيروحوا وعم بيتوجهوا لهيدا النوع من من الرياضه هيك صراحة حتى كل فئات الأعمال بدور برا عم بيكونوا عم بيحبوا هالنوع من الرياضات لأسباب عديدة، اول شيء على مستوى الفيزيكال ايدكيشن على مستوى الفورماسيون والكونديسيون فيزيك بيستفيد اكثر مما يستفيد من اي كورس سبور عادي كفيتنس اثنين عم بيتعرض الانسان عم بيتعرض ل عدة مشاكل هلا المستوى الارهاب بالعالم عم بيزيد سرقات و برايك هالشيء بيعود للوضع الامني اللي عم نمرق فيه بلبنان عم بيلاقوا انه لا بدنا نصير ندافع نحن عن حالنا هيدي دو دو صف فيه أكتر صار في بروموسيون اكثر صار في اعلام اكثر صار في تغطيه صار في منظمات عالميه مثل اليو اف سي كان في واكو كان في بي كي اي هالاشياء اللي عم تنقل على التلفزيون خاصه مثل ام ام اي الميكس مارشال اللي هي نوع من الالعاب اللي انا بحبها هالاشياء بتخليك اول شيء تدافع عن نفسك تحبي الرياضه بتحرقي بتعملي ممكن توصلي للاحتراف تتعيش من وراها يعني اوكي هل صحيح انه هالنوع من الرياضات غير مناسب للصبايا هو اكثر يمكن شوي بيعتبروه عنفه فيفضل ما يتوجهوا الصبايا الى هيك نوع من الرياضات وما كثير عم نلاقي هناك اضاءه على الصبايا يلي عم بيشاركوا بهالنوع بي من ال... من الرياضات بالعكس فمستواهم عالميا كتير متقدم اكثر من 30 40% وحتى انا عندي بلبنان اذا انا عم بعطي كود فيتنس وكود مارشال ارت صاروا يعرفوا انه احيانا ديجا كانوا عم يعملوا كود ايروبكس وعم يعملوا اون بلوس كيك بوكسينج بس الانسان بنزيد شوي هون ثقافته ما في لزوم يعمل يعني كيك بوكسينج او فول اتاك او اكسترا في يعمل لايت في يعني شيء اسمه بنسميه نحن ميوزيكال شو يعني فيها تعمل شيء بسموه تايبو هلا بيفهموا فيها العالم بتقدر تشتغل بايديها وبايجرايها وتحرق وتنبسط اكثر دون اي سايد افكت بالعكس هون العنصر النسائي عم بيكون طاغي اكثر من أندية العنصر الرجالي عن جديد غير هيك عم تعمل كونديسيون فيزيك افضل بكثير هل برايك عندنا ثقافه رياضيه كافيه بلبنان؟ اكيد لا عندنا ابطال عندنا صار مدربين وعنا ابطال قد ما بدك وعنا ما عنا الاستاذ الماستر الخبير يلي بيوصل الواحد بثلاث اقاليم هدف منشود هو صحته طب الرياضي يعني نظام الغذائي ومستوى التمرين كيف بده يكون ادائه مقسم حسب فئات الاعمار لنفصل الثلاث التف... التلات محاور يلي يعني حكيت عنا شو الاضافه الايجابيه يلي يعني بتعطيها الرياضه وخاصه الفنون الإيطالية على الصحة النفسية للفرد خاصة بظل فترة ستريس يلي عم نمر فيها نحن حسب ما بنعرف انت اكتر خبير منا ولكن اللي بيمارس هيك نوع من الرياضات بيقدر ينفس مثل ما بيقولوا بالداريش اكتر ستريس من غير انواع رياضات 100% اول شيء بيعمل دفو دلف كتير كثير كبير لانه بفوكس على نوع سبور بصير عم يشتغل شادو بينسى الوضع الخارجي نهائيا لفتره زمنيه حتى من بعد التمرين لاربع خمس ساعات هو مفوكس على التمرين لانه بده يركز كثير بطريقه غير هيك هو بس عم بيعمل كومبينيشن مع بعضهم ايد واجر وكذا بينسى كل الهموم اللي كان عم يعانيه قبل الظهر لبعد الظهر صحيا بطبيعه الحال هو عم كميه عم يعمل كميه من الفات بجسمه عم بيحذف كالورية عم ينظف جسمه بدرجه ما ممكن الرياضه تانية تمثلة لانه التمرين شوي بتكون اصعب واكثر غير انه بيدافع عن نفسه بيلاقي نفسه هون بدي اقول شغله انه بالعكس بيصير مدافع عن نفسه مش بيصير مشاغب يعني بيروق شوي بيصير في ديسبلين جسمه بيروق وبنفس الوقت ما بيقدر يستعمل القوه الا بحال للدافع عن نفسه وهيدا اهميه صح. هيدا الموضوع انه طاقاتنا يلي يعني إياها نحطها بالمكان الصحيح صح. دايما لما نحكي عن الرياضه بنحكي عن النظام الغذائي اللي لازم يعتمده اي رياضي بهيدا النوع من الرياضات هل هناك نظام غذائي معين لازم الرياضي او الرياضيه يلتزموا فيه او كباقي الرياضات بس بده يكون نظام صحي بيتركز على انواع من الطعام المعينه واكيد يمكن بده يخفف كحول بده يوقف دخان بس ولكن هل في قصص معينه او توجيهات معينه بتعطوها يلي اللي اللي, اللي بيمارسوا هالنوع من الرياضات؟ بطبيعه الحال اكيد خاصه انه ايام يكون عنده كومبيتيشن مباراه بيضطر ينزل وزنه 2 كيلو او كيلو قبل بليله بلحظه بده ينزلها بده ينتبه وبنتكل على المي وحتى ما يشرب كتير مي بس هون بدي بدي شغله كتير مهمه ما فيني انا اكون لعيب باسكت بول عامل نفس النظام الغذائي تبع اللعيب الفوتبول والفوتبول مثل المارشال ارت كل لعبه بتحرق بدها اونديرونس وبدها قوه اكثر من غيرها بتفرق من شخص لاخر اكيد بطبيعه الحال في انواع جينيراسيون تبع الانسان بلاس اذا انا عم بعمل اكزومبل انا عم بلعب جيم فولي بول مش معقولة بتعب فيها قد ما بركض بملعب فوتبول 120 عرض 90 وبدي اعطي باسيت وبدي يكون عندي اي كونتاكت شوف رفقاتي واخصامي وشوف الهدف او هون هيدي انا بدي كثير رشاقة بدي كثير يكون انا جاهز لها بدي كثير تحضير نظام الاكل تابولي كليا بتفرق عن واحد عم بيوقف محل عم بيلعب شوية جولي اوكي سو ما بيقدر تعطيني نفس النظام الاكل بدك تعطيني نظام اكل مدروس اكثر ليقدر يوقف لانه اذا ما كان بطاقته الكامله ممكن ينزل سكر معه بالدم ويقشق بالملعب كيف عم تشتغلوا كنقابة على تنظيم هالألعاب الرياضية اللي هي الفنون الإيطالية كيف عم تشتغلوا على تنظيمها وما تكون بشكل عشوائي مين ما بده بيفتح كلوب وبيصير يمرن من دون ما يكون يمكن مدرب ما فيه الكفاية تايدرب غيره سؤال كثير مهم نحن كسنديكا اون عم نطلع على المدربين وعم نشوف هالمدرب يلي اخذ هالتايتل هو انا مدرب او انا استاذ بنساله انه انت اول شيء بدك تندم كنقابه يستحسن تنغطي بعضنا مثل اي دومان بلس من نحن نعمل دائما دورات تاهيل مدربين هلا مؤخرا عملنا مدربين للملاكمه للرمي ومن دورة حكيم لانه عنا نشاطات هلا قريبا هالشهر بدنا نعملها بنيتون دورات دفاع عن النفس المدرب اذا ما عمل دورة ثقل وفهم شو يعني كلمة مدرب وكيف بده يتعامل وبياخد بروجراماسيون وبيقدم فحص تيست يمكن يسقط مش بينجع بيطلع من ليفل سي بي بعدين بيوصل A, يوصل اي ليوصل للاي بلاس بلس نحن بالنسبة لنا نعتبره هو كثير ابداي بس منه مدرب هون مميز دايما بين كوتش بين الماستر بين الاستاذ شو <applause> هيدا عنده ثقافه رياضيه، هيدا عنده خبره، هيدا بيقسم الاعمار، كل عمر بيعطيه بروجرام معين، مش مش انه درب لدرب انا كثير ابضاي، بيفرق شغله كثير مهمه هون انه اذا انا ابضاي انا استاذ ابضاي، كوتش بيعقد هو ابضاي بس ما بيقدر يوصل الفكره صح، اذا انا اذا انا شاطر بالماتيماتيك مش يعني انا استاذ مات، صح انا شاطر بس ما بعرف اعلم ما فيني وصل الفكره مزبوطه الاستاذ غصب من عنه بوصل لانه وصل لمرحله صار استاذ ولكن هيدا الموضوع مكونا لك على مستوى مش مكونا انه جميع تاكيدا انه 90% من الأندية خلينا نحكي بلبنان احنا بلبنان حتى بالعالم في منه اه مش مسجلين مش مرخصين برجع بقول لك ممكن يطلع بطل معين تلاقي واحد اذا نحكي عن سبور بيطلع واحد جسمه كثير حلو بيعمل بادي بيلدينغ هو استاذ سبور يا اخي شو بدي بشكله انا بالكونديسيون بيزيك تبعي بدي يكون دارس سبور بدي يعرف تقله على ركبته بس يركض وا 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 شغله كبيره علم الرياضه مدرسه كبيره كثير بكل المدارس هناك صفوف للرياضه بيعطوها اجمالا مره بالاسبوع او بحد الاقصى مرتين صح ولكن للاسف التلاميذ بيعتبروها هيدي ارليبر وما بياخدوها بجدية يمكن المشكلة بالمنهج يلي موضوع وكيف عم بتتعاطى بعض المدارس وليس كل المدارس مع موضوع الرياضة وما عم تتعاطى معه بالجدية يلي بنشوفها بغير مناهج تربوية مثل الباك فرنسي مثلا صح نحن كنا أبي من زمان أنا بالذات شخصيا اهتميت بالموضوع وفكرت أنه بس يكون في معنا باك فرنسي عم يكون في اهتمام للطالب عم علامته اعلى طالب عم يشارك لانه عنده سبب ما بده يقدم لهيك انا بلشت بفكره نخلق نواه انديه مدرسيه المدرسه قد ما تعبت معها جهدا اكثر من مرتين بالاسبوع ما فيها تعطي للاستاذ التلميذ يعمل سبور اللي نحن عملناه عملنا أندية مدرسية خرجنا إليت بألبسة في مستوى أرقى وصدقيني وصلوا معنا لبطولات العالم بامريكا وباستراليا عملت بطولة العرب بلبنان سفني نيفو كتير عالي باكتر من لعبة بأول كايند اوف سبورت عملت كل شيء لو وصلت لهالمرحلة نحن كنقابة حتى كاتحاد لانه بالنتيجه انا رئيس لجنه فنيه مدرب دولي بالاتحاد مدرب منتخب يعني مش انه نحن ضد الاتحاد. نحن الاتحاد وطورنا عنه سو so, وصلنا هالمستوى الارقى لانه نحن ساعدنا مدينا ايدنا، بس مدينا ايدنا تفهمت المدارس وانا هون جمعت اكبر عدد ممكن من المدارس، بس وصلت المستوى وصلت فكره انه اذا بتعطي ساعة تيورية على التابلو يفهم ليه عم يعمل السبور لشو السبور اي نوع سبور هيدي غايبة اجمالا التيورية كانت غيبة جدا والفئات الاعمار ما بتتقسم نحن منقسم عندنا بريمير عندنا كومبلومونتير عندنا سيكوندير ما فيني اعطي سيكوندير مثل البريمير بينزل التلميذ مره بالجمعه عمره 17 تقول له ثلاث مرات على كتب بقول له ركود الملعب هيدي مش لوجيك وسي با برمي اصلا بدك تليني بدك تشرحي له شو عم تعمل وشو ممكن تتعرض اذا انصاب ما بقول له اقعد على جنب انت عملت كرامب المفروض انا عندي ثقافة عالجلو الكرام الكرامب وقبل ما يصاب بالكرامب ليه عملتي كرامب؟ من الشوز يمكن تبعولها مش لابس رانينج شوز لابس باسكت او ميني فوتبول نحن منعرف ملاعبنا مش مجهزه ابدا نسبة قليلة من المدارس يعني عندها ملاعب اتليتيزم يركض وينطوا ويعملوا بعض هون قد اهمية يكون في مدرب محترف عم بيعطي هيدا الصفوف مثل ما بنعطي اهمية لاستاذ المات وشهادات استاذ المات او اي مادة اخرى شهادات اللي بده يكون معه اياها كمان يلي يعني عم بيعطي كورس سبور مفروض يكون عنده بما فيه الكفاية من التمرين والتدريب ويمكن كمان حضرتك بتصلح لي يكون عنده ثقافة معينة أو نولج معين بالطب الرياضي أيضا في حالة تلاميذ صار لهم شيء أو مثل ما تحدثت تعرضوا لأي كرامب أو أي حادث يقدر يتعامل معه بالحد الأدنى من صحيح أنا بالنسبة لي كل واحد ما عمل ولانه 500 ساعة تيورية مع توب رياضي هو منو استاذ هو بطل هو مدرب لو ما شهادة الجامعية بالنسبة لي بدي يعمل من ساعة كواروج عادي لانه بالملعب ما في ينطر الصليب الاحمر صحيح لي ليجي فبدي يكون هو جا عملهم كلاس بده يعرف انه الاعمار الكبيرة هذا اللي بيعمل مرة بجمعة هذه هي اصلا غلط لانه مرة بجمعة عضل طبعا. التلميذ لتاني جمعة ما فهمنا ليه عضل وشو عمل وبرجع بقول لك ما سقفني بده ياخذ طابه ليلعب باسكت خي يلعب باسكت بس ما الب... اصلا الباسكت بيشتغل انه كاسو فيزيك هيدي اكتيفيتي اكسا سكولار مثل الارماسيو باسكت فوتبول هاندبول اوكي سبع سيد بلس طب خليني اعلمك كيف بتكب الباس مور باس هالأشياء كلها يعني ضروريه يتعلمها بواسطه الثقافه لحتى انا اقول انه ما عندنا تخريج بلا صراحه صار في اساتذه كتير صار عندنا اساتذه معهم الشريط خريجين جامعات بس عم نفتقد رجعنا للمدربين يعني في فرق ما انا اخذت ترمينال عندي واسطه قدمت وهلا ديرجي المعاهد بيعمل دوره شهرين مرتين بالجمعه ساعتين باليوم صحيح عم نشوفها كثير مؤخرا لا انا نجي نحن انا انا بالنسبه لي كان معهم ليسونس اللي عملوا دورات معي درسوا سنه ونص ديموستراسيون ونص دي على الارض تيعملوا يعني اربيك وديوكاسيون فيزيك وجبت لهم 70 ساعه كواروج سو بالرياضة جات قلتلن لتكونوا جاهزين بدك جود اكسبيرينس كنا نتعلم انا بقول من لا يطلب المعرفة لهو جاهل بدو يضلو واحد يدرس ويتعلم اهم شيء يشرح التابلو اذا ما في تابلو ما حيحب التلميذ بدو يتسلى بهالساعة تابلو واللباس سوري هون شغلة كتير مهمة وين المشكلة باللباس اللي عم دون المدارس؟ أهم أكبر مشكلة صراحة للطالب، أنا هون بيجي مع الطالب، المدارس كنا بنعرف انه لحتى توافق تعمل نفس اليونيفورم بس بتغير نعم. اللوجو المدرسه وهالنوع من السيرفات هي مش لخرج عمليه اصلا ما حدا بيعمل سبور بالسيرفات هي بيعملها من بعد الكومبسيون من بعد ساعه السبور ما يكون سبيت هو بيلبسها اللباس السبورتيف بنسميه يعني بس هو بيتمرن بالشورت وبالتيشيرت او بالاي شورت اوكي هو بنرجع للثقافه الرياضيه يلي ما نموها بيقدر يعملها حلوه هالتلميذ ينبسط فيها يلبسها في بده يشارك خاصه عنصر البنات البنت اذا بشي بتستحي تعمل سبور وليش بدها تعمل بها سيرفاتو ولو مانها مضطرة نو ما حتعمل بس قلي جسمك انت دو كانز ادزويت لح يتغير شكله انا فيني من هلا سوري انحت لك وزبط لك مع يونيفورم حلو يونيفورم مهضوم ونقدم حفلة اخر السنة بتكونوا انتو تشير ليدرز وانت بتتحمس وبتعمل بيزيد المستوى ساعتها المدرسة كمان بتاخد بروموسيون اكتر لبرمراس تبعولها بصير غني هل عم تعملوا مسابقات معينه بين بين المدارس ببعض؟ اكيد انا سبق وعملت عده بروجرامات على التلفزيون سميت البعض منه الفيوتشر جامب اعتبرته بطل المستقبل عم بأسسه من كل فئة الاعمار من 5 ل 9 9 12 12 15 15 18 ورجعنا عملنا ما يسمى 18 21 عنصر الجامعي هون دخلنا الاهل وعملنا شيء اسمه شي ليدرز عملنا 24 ابيزود شرحت كل الالعاب كيف فيك تستعنيها بالمدرسه وصراحه المدارس اللي انا اعطيت فيها هي كانت كافيه بحدود 40 مدرسه اهم 40 مدرسه بلبنان هيدي عملناها لمده اربع خمس سنين توقفت بدايه كورونا وان شاء الله بنرجع لها شغله كتير كتير مهمه لانه بلا كومبيتيشن وبلا مشاركه دوليه وبلا مستوى ارقى وزيد الالعاب ما في حماس بيكون. ما في حماس هالتلميذ صراحه مزبوط هالساعه بده يلا يتسلى بالملعب وكيف بتوجهوا التلميذ لاي نوع من الفنون الايطاليه او الرياضه مفروض يتوجه يمكن شخص يكون تالنتد او بحب الباسكت او الفوتبول يروح يعمل شيء اخر هو ماش مش مش يمكن بيناسبه رياضه اخرى، كيف بتواجهوا لك؟ صح هون بدي راقبوا الاستاذ من هو صغير هون بقى دور الاستاذ ودور الاهل يعني مثلا عندك بعض الاهل حابب ابنه يعمل جيمناستيك وابنه منه توربينو ما عنده منه ما عنده سو بلاس. ما عنده مش لين ابدا الصابه وبيخاف لا مش مش انت بترغب يعني بالفوتبول شو شو بيلبق له اذا ناينته موسيقيه بحطه ميوزك اذا توربينو بيلبق فيك فلاك وعنده بلاس فوتو جيمناستيك المدرب كثير بيلعب دور كثير مهم يمكن هالتلميذ بيلبق له تايكوندو بس ما بيلبق له كيك بوكسينج ما بيلبق له ايه ام اي اخطر اعنف الفل اتاك اقوى بكثير فبنقله كل واحد مثلا بنت خارج كيك باكسينج في ميوزيكال شو خارج كرات لتفوتيها اوبن مارشال ارت فيها عنف في كتير شوي بدها رجوليه بدها تعرض سو بدها تكون شوي ما عندها الانوثه هاي بكل صراحه والمدرب كتير اساسي وشو بتقول للاهل يلي بيمنعوا اولادهم او بيقمعون لامتهان الرياضه وياخدوها كمهنه بغض النظر شو هو نوع الرياضه هيدا الشيء بيتسول بزمننا وقف اليوم الرياضة اكل الدنيا عالميا واذا بنطلع على خاصة المارشالات تطلع على الام إيه ولكن بعد نفسي. بعد هيدي الثقافة للاسف صح. عن بعض الاهل بعضهم بعد اول ما يقول لهم ابنه بدي احترف اي فن من الفنون الايطالية او صح. الباسكت او الفوتبول صح. ما بتطعمي خبز شو بدك بهيدا الموضوع اي اصابة بتقعدك بالبيت ما بتكون عملت شيء بكل حياتك صحيح اول فكرة بنوصل للاهل انه اي نوع سبور وبالزيت بنشم ماستيك بس يبلش عمره خمس سنين يفوتو جمباز بنصح كل واحد ما قلت له مارشال ارت حتى ما بعمل عيلة للمارشال ارت انا بلعب كل انواع سبور بحبها في شيء شي بينجع في شيء ما بينجح فيها اول شغله بدي يفهم انه هو صار عنده ديسيبلين كسب ديسيبلين كسب فورماسيون فيزيك صار جسمه احلى ونمي وكسب صحه وكسب احترام كبير للاهل بعدين حرام ما يفوتو سبور من عمر خمسه ما ينطر المشكله بالمارشال ارت انه بينطر اللي يصير عمره ايام 20 و30 صح بيحضر موفي او بيحضر مثل هلا بشوفهم بالقفص عم بيلعبوا بيتحمس الهدف انه اللي يخبط ليدافع مش هدف روح رياضيه مش هو عنده هالحب لهالشيء انا بغالي بينما اذا فات عمره خمس سنين مثل تلميذ المدرسه خلص حفظها حبها وبيبعدوا عن اشياء اللي هي ممنوعات رح نشوف هلا احنا وياك المشاهدين بعض الصور للدورات التدريبية يلي عملتوها ان كان للبلديات ولا ان كان لقوى الامن ويا ريت بتخبرنا شوي عن يلي عملتوه. هيدي دورات لكل بلدية لبنان هيدي بلدية اونتلياس مع الكابتن اللي شنطة في النادي عنده لانه قريب على البلدية انا تقريبا دربت باهم بلديات وبعدني على بنيتون، بنيت اونتلياس جديده بيروت إكسيترا من اهم بلديات هذه اونتلياس هو بيعملوا دوره لمده اربع خمس ست اشهر مش يوم ويومين بنقي المنتخب فيهن الاحسن وبصيروا يدربوا بعضهم بيرجعوا بيطلعوا على ليفل بي بعدين بيوصل للليفل اي يعني بيعملوا ثلاث دورات بيصير على مستوى البوليس الاوروبي اذا بدك برا والقوى الامن كيف عم بكون التعاون قوى الامن هون هذه بلديه هذه بلديه قمت هذا المفوض ورئيس البلديه قوى الامن انا نقيت فرقه الخاصه فرقه الفهود كانت فرقه مميزه على مستوى عالميا هو ديجا بيلعبوا كيك بوكسين هذه بلديه الدكويني هذه بنادي نادي نادي جيش يعني تبع بلديه الدكويني هذا فريق كثير مهم هي بلديه بيروت بلديه نعم. بيروت صار لهم 10 سنين بتمرنوا معي على متواصل صار عنده المستوى ان كان على شكل جسم فورماسيون تقهينهم واكثر من سبور بعطيهم ودفاع نفس بتلاقيهم بمستوى كثير راقي نعم بالعوده للقوى الامن كيف عم تتعاونوا؟ قوى الامن نحن بننقي الاليت ما بننقي اي فريق مثل ما لك الفهود او التدخل حتى بالجيش كنت درب من زمان حربيه بعدين صرت حب مغوار البحر مع انه هذا الضابط هذا عسكري بس العسكري على الارض مغوار انا هذا اللي بدي لانه لعبه الاوبن مارشل ارت بدها المستوى الارقى اللي هو بده يكون مغوار لنقدر نعطيه قتال مفتوح شو عم بتحضر النشاطات لفصل الصيف؟ فصل الصيف نحن هلا عنا عندنا مخيم قبل المخيم وعندي بطوط الأندية وعندي دورة خصوصي للي عم بيتعرضوا له العالم بالذات بتمنى على كل البنات يشاركوا فيها دورة الدفاع عن النفس بدت بدها تتعرض لسرقة جزدان لحربة لسرق لسكينة لشيء أنا بتمنى على كل واحد عم يسمعنا يشارك بهيك دورة إذا مش هلا بعدين كثير مهمة عنا بطولة الأندية عنا مخيم ودائما دورات تأهيل المدربين بأول كاين كيك بوكسين كاراتيه جودو أكيد دائما نحن عم نأهل المدربين هل عم بتلاقوا أي تجاوب من المسؤولين خاصة القيمين على الرياضة بلبنان لمساعدتكم لتحقيق أهدافكم ولتوصلوا ببطولات معينة للعالمية؟ هلا بهالزمن وجامي قبل ايه هلا هالفتره هالسنتين بعد كورونا لا كانت قبل كتير ايزي صراحه ونترحم على على بريزيدون شوي يلي اللي كان دائما يخدنا الداعم يطلع. الاول للرياضه للكل مش بس للباسكت العنب للرياضه كنت, كنت باسكت انا يعطيني منتخب مارشال ارت واعطاني للحكمة لكل الانواع لمدرسه الحكمه انا بنترحم عليه وان شاء الله قريبا نبلع عم نجرب نتواصل مشان هيك نحن عم نحضر لبروجرام بلكي نطلع فيه السوشال سوشيال ميديا يا رب اكيد طبعا لكن شو بتحب توجه نحن هلا على بعد فتره قصيره لتشكيل حكومه في وزير شباب ورياضه جديد رح يجي نحن معودين بالحكومات السابقه اغلبيتهم كانوا وزراء الشباب والرياضه معدل اعمارهم نسبيا كبير مع بعض الاستثناءات طبعا شو بتطلب من وزير الرياضه الجديد يلي او وزيره الرياضه الجديده يلي رح يستلموا هيدا الملف وين يركزوا على يركزوا شو ناقصكم ووين مطلوب الدعم او الكونانه هلا أنا اول شيء بتمنى يكون رياضي يكون باك جراوند هو رياضي بتعرف نحن بلبنان الوزراء ما بكون ما حدا اختصاصه بهمنا يكون اختصاصه رياضي وعنصر الشيب كثير مهم اي واحد كان نجم بلبنان ستار حرام ما هو يستلم لانه بيعطي من قلبه اكثر بدنا عنصر الشيب دعم ماديا بشيك برجع ب... هذا اللي انا عانيته لهيك اسست نقابه، نقابه هي كيف حالها بحالها صندوق تمول نفسها يعني ممكن تنقطع ما يجيك سبونسر ما يجي حدا داعمك شخصيه مهمه بس برضو اخر شيء بدنا اتحادات لانه المدارس والانديه تشتغل على الاتحادات مش بس على النقابات هي الباز الاتحاد والأساسي بتمنى يجي حدا على قد المستوى يا رب على أمل, على أمل كنا أمل بإعادة النشاط والحيوية لكافة الرياضات بلبنان فادي الحكيم النائب محترفي الرياضات الإيطالية والمدرب بالدول شكرا لوجودك لو معنا اليوم ضمن برنامج مش كثير شكرا لكم لصوت لبنان شكرا مستمعينا ومشاهدينا شكرا, مستمعين ومشاهدين شكرا لمتابعتكم وما تنسوا تتابعوا إعادة لهالحلقة الحلقة وكيف برامجنا عبر VDL.ME و VDL Application على أندرويد و iOS وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء إلى الأسبوع المقبل